السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من قناة الدبليو تي في. لهذه الساعة نبدأها بأبرز العناوين. صالح يؤكد من تركيا عدم حاجة العراق إلى وصاية من دول الخارج ويدعو لإنهاء موضوع المياه مع أنقرة. تصريحات وزير الخارجية بشأن القضية الفلسطينية تثير جدلا سياسيا كبيرا ونواب يتهمونه بتجاوز الأطر الدستورية. استمرار الخلافات بشأن الحقائب الشاهرة وتحذيرات من تكرار سيناريو إدارة الوزارة الأمنية بالوكالة. حراك برلماني لإعادة النظر باتفاقية الأطار الاستراتيجي مع واشنطن ومخاوف من استخدام القوات الأمريكية العراق لاستهداف دول الجوار. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق ليس بحاجة إلى وصاية من دول الخارج. صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة شدد على ضرورة أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. يقينا نحن هنا لنؤكد على أن العراق يريد شراكة وتعاونا استراتيجيا مع تركيا، وبالذات في هذه اللحظة التاريخية والمنطقة تعيش تحولات كبرى. تحدثنا وفخامة الرئيس، آن الأوان لهذه المنطقة أن تنعم بالاستقرار وأن تذهب خيرات هذه المنطقة للبناء والإعمار ولخدمة مواطنينا ولتمكين شعوبنا من الحياة الحرة الكريمة. لسنا بحاجة إلى وصاية من الخارج ولسنا بحاجة إلى قيمومة من الخارج. شعوب هذه المنطقة وقياداتها تستطيع أن تتعاون وتعمل معا من أجل إنهاء حالة التنازع والتناحر بما يخدم مصالح شعوبنا. كما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة لإنهاء موضوع المياه. وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة تتعاطى الملفات المختلفة كما تفضل فخامة الرئيس. موضوع المياه يجب أن ننهيها، لا تبقى مشكلة تؤرق القيادتين في البلدين. أرحب بما تفضل به بتعيين مندوب عنه لحل هذه المشكلة و معاونة الجانب العراقي والتعاون بين الطرفين لحل جذري، لكن أيضا أمامنا أوضاع اقتصادية، مشاريع بنى تحتية مشتركة، إلى غير ذلك من المسائل التي يمكن أن تمتن علاقاتنا لخير بلدينا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استقرار العراق بمثابة استقرار لتركيا وللمنطقة بأسرها. أردوغان أعلن أن منطقة أو ممثله الخاص سيزور العراق قريبا لبحث ملف المياه. نرغب تطوير اتصالاتنا وتعاوننا في مجال الأمن مع العراق، وخاصة تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية، في مجال العسكري والتجاري والاقتصادي والثقافي، وفي كل هذه المجالات ممكن أن ننجزها مشتركا. وطبعا الأهم هنا الأمن. داعش، منظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولان الإرهابية فيتو، تركيا والعراق، كل هذه المنظمات تشكل تهديدا لكل من العراق وتركيا. ومشكلة الماء من أهم المشاكل، وفي مجال اللقاءات الثنائية وفي أيضا البحثات على شكل وفود تطرقنا إلى هذا الموضوع بشكل مفصل، وأنا كممثلي الخاص ومنذ البداية وحتى الآن
والوزير السابق إن شاء الله سيكون ممثل خاص عني وسيزور العراق وسيقوم باتصالات مع المعنيين في العراق ومع هذه المباحثات، ولأن الموضوع هذا الموضوع يتعلق طبعا بإدارة المياه، هناك مشاكل في هذا الصدد. اتهم النائب عمار طعمة وزير الخارجية محمد علي الحكيم بتجاوز السياقات القانونية باعترافه الضمني بدولة الكيان الصهيوني. طعمة أكد أن إعلان وزير الخارجية الترحيب ضمنا والاعتراف بدولة الكيان الصهيوني الغاضب يعد تجاوزا للأطر والسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ مواقف مهمة تتعلق بقضية أساسية للعراقيين وخصوصا العرب والمسلمين عموما، داعيا رئيس الوزراء إلى تنبيه وزير الخارجية وإلزامه بعدم التعبير عن مواقف تقوي أنظمة عنصرية ظالمة والرجوع إلى مجلس الوزراء والبرلمان في مثل هذه المواضيع. إلى ذلك أكد نائب وجيه عباس عزمه جمع تواقع من أجل استجواب وزير الخارجية داخل البرلمان بشأن تصريحاته الأخيرة حول الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. عباس أضاف أن البرلمان يقف بالضد من تصريحات وزير الخارجية بشأن وجود دولتين في فلسطين، مشيرا إلى تصريحات الحكيم تعد تنازلا مجانيا للعراق وليس مجربا على القبول به. سياسيا أكد النائب عن تحالف سائرون عباس علوي أن جلسة الثلاثاء المقبلة ستشهد حسم جدل بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية بعد توصل تحالفي البناء والإصلاح إلى توافق. علوي أضاف أن التحالفين سيبلغان عبد المهدي بما توصل إليه من اتفاق من خلال إرسال مبعوث من كل من التحالفين لعقد لقاء مع عبد المهدي، مشيرا إلا أن اللقاء سيتم قبل عقد جلسة التصويت المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل. كشفت حركة عطاء عن توصلها إلى تفاهمات مع الكرد وتحالف المحور لتحقيق النصاب والتصويت على الفياض لوزارة الداخلية. النائب عن الحركة منصور المعيد أضاف أن تمرير الفياض بات وشيكا وهناك تفاهمات لتمريره في الجلسة المقبلة والتي بعدها، مشيرا إلى أن الحوارات مستمرة بين جميع الكتل السياسية للمضي بإكمال الكابينة الوزارية. حذر النائب عن تحالف الفتح عبد المهادي محان من تكرار سيناريو عام 2010 في إدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة. محان قال أن الوضع السياسي ما زال على وضعه الراهن دون تغيير فيما يخص حسم المرشحين للوزارة المتبقية، مشيرا إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستطيع تمرير أي شخصية مرشحة للوزارة الأمنية دون حصول أي توافق سياسي. أكد تحالف المحور عزمه تقديم مرشحه لوزارة التربية بدلا عن شيماء الحيالي بسبب ارتباطها شقيقها بداعش الإرهابي. النائب عن التحالف منار عبد المطلب أضافت أن هناك شكوك حول حصول الحيالي على الأصوات التي تؤهلها للاستيزار في الجلسة لمنح ثقة لها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي اتفاق بشأن تقديم المرشحين للكابينة المتبقية خلال جلسة الثلاثاء المقبلة. إلى ذلك كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختار مرشحا مستقلا لتولي حقيبة العدل. النائب عن الاتحاد بيستون عادل أضاف أن حقيبة العدل هي من حصة الاتحاد الوطني وليس هناك خلاف حقيقي مع الحزب الديمقراطي حول آلية اختيار المرشح، مرجحا استكمال التصويت على مرشحي الحقائب الشهيرة في الكابينة الوزارية خلال الجلسة المقبلة. عزى عضو المجلس العام لحركة التغيير الكردية صابر إسماعيل تأجيل تشكيل حكومة كردستان إلى الصراعات الداخلية بين الحزبين الديمقراطي والكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. إسماعيل أكد أن الصراعات الداخلية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول المناصب هي التي أدت إلى تأجيل أو تأخير تشكيل حكومة كردستان حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك مطالبة أيضا بتحسين العلاقات مع الحكومة المركزية ولا سيما العلاقات الاقتصادية والسياسية.
اتفقت الكتل السياسية في مجلس محافظة كركوك على تكليف نائب رئيس المجلس جمال مولود بمنصب رئيس المجلس خلفا لبورتا أو طلباني. وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة الدبليو تي في، فقد اجتمع ممثلون عن الكتل السياسية في مجلس محافظة كركوك لبحث مسألة الحكم الصادر بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طلباني 6 أشهر وانقطاعه عن الدوام بمقر عمله في مبنى المجلس منذ 16 من تشرين الأول لعام 2017. فقد اتفق المجتمعون بحسب الوثيقة على إعفاء طالباني من منصبه كنائب لرئيس مجلس محافظة كركوك ورئيس المجلس وكالة، وتعيين العضو الأكبر سنا جمال مولود بدلا عنه، إضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية وتحديد مهمات المجلس في المرحلة المقبلة وتفعيل اللجنة التنسيقية. انتقدت نائب عن ائتلاف دولة القانون علي نصيف الأردن لاحتضانها تجمعات تمجد بنظام صدام المباد وأيضا مؤتمرات معادية للعراق. نصيف في بيان لها طالبت الأردن باحترام إرادة العراقيين وعدم استفزازهم بإقامة مثل هكذا تجمعات، داعية الحكومة ووزارة الخارجية إلى الضغط على الأردن لمنع إقامة هذه التجمعات. أكد نائب عن تحالف الفتح حنين القدوة أن هناك مخاوف من استخدام القوات الأمريكية في العراق لضرب دول الجوار. قد ذكر أن عدد المتواجدين من القوات الأمريكية بدأت تزداد، ما يثير الكثير من الشكوك، مبينا أن أعضاء البرلمان يعملون على تحشيد الجهود لإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية أو تعديلها، مشيرا إلى ضرورة معرفة مواقف الكتل النيابية لاتخاذ قرار بالأغلبية لاستخراجهم. استحداث القوات الأمريكية مكتبا للجوازات داخل قاعة عين الأسد في الأنبار أثار موجة من الصخب داخل الشارع العراقي إزاء استمرار الانتهاكات لسيادة العراق وسط تصاعد الدعوات لإنهاء تواجد القوات الأجنبية. غريبة ومخالفة للأعراف القانونية العراقية، القوات الأمريكية استحدثت مكتبا للتأشيرات الدخول إلى العراق بداخل قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار. هذه الإجراءات أثارت استغراب المواطنين الذين وصفوها بالتدخل السافر في سيادة البلاد. القيادة العراقية تجاوز أيضا القوانين العراقية ويكشف المزيد والعديد من المخططات الأمريكية التي تريد أن تحول هذه القاعدة لا إلى قاعدة عسكرية فقط، وإنما بمهام ووظائف أمنية وسياسية، وأن تلعب دور أكبر من كونها مجرد قاعدة عسكرية. القوات الأمريكية افتتحت مكتبا للجوازات داخل قاعدة عين الأسد، ويتم من خلالها إعطاء تأشيرة الدخول للشركات الأمنية والشركات التي تتعاقد معها القوات الأمريكية للعمل في العراق. إذا تحدثنا بعيد عن السيادة العراقية، يعني ربما اليوم الولايات المتحدة من خلال زيارة ترامب الأخيرة تحاول بعث أكثر من رسالة للعراق وللمحيط العراقي. أولا هذه القوات هي باقية وهذه القاعدة هي مهمة جدا ولا يمكن التنازل عنها، الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أننا نستطيع أن ندخل ونخرج في وقت ما. استحداث مكتبا للجوازات داخل قاعدة عين الأسد يتيح للشركات الأمريكية العمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قاعدة عين الأسد الجوية تضم شركات أمريكية عديدة تقوم بمهام مختلفة. أعتقد أنه مسألة دخول وخروج القوات الأمريكية للأراضي العراقية هي تقع على عاتق الحكومة العراقية كيفية التعامل مع هذه الدول، سواء كانت يعني جيش أمريكي أو الدول التي تعمل تحت غطاء الجيش الأمريكي. شبهات كبيرة تحوم حول هذه الإجراءات والتي تدل على عمق التدخل الأمريكي في السيادة العراقية. من بغداد هيلين بامرني، دبليو تي في. دمرت القوات الأمنية 4 أنفاق في عملية تفتيش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى. بيان لمركز الإعلام الأمني أكد أن قطاعات قيادة العمليات شنت عملية تفتيش بسلسلة الجبال وقصبة بادوش وقرية أسكي في الموصل، دمرت خلالها 4 اتفاق يتحصن بها بقايا داعش الإرهابي، كما تم العثور على 10 قنابر هون مختلفة الأنواع و9 عبوات ناسفة.
ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من قيادات داعش في محافظة كركوك. بيان لمركز الإعلام الأمني أكد أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال جمع الوثائق التابعة إلى عصابة داعش الإرهابية في المناطق المحررة ألقت القبض على 7 إرهابيين في سيطرة ألتون كوبري والمطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائهم إلى عصابة داعش، مشيرا إلى أن المعتقلين كانوا من القيادات المعروفة في داعش الإجرامي في محافظة صلاح الدين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الخبير الأمني الأستاذ أحمد الشريفي. بداية أهلا وسهلا بك معنا في نشرة أخبار دبليو تي في لهذه الساعة. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله. في البداية يعني هناك عن أنباء عن دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا للعراق وبالتحديد إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار، كيف تعلقون على هذه المعطيات في ظل تصاعد الرفض الشعبي يعني لتواجد القوات الأجنبية في داخل الأراضي العراقية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المعطيات تشير إلى أن الانسحاب الأمريكي لا يعدو كون إعادة انتشار وتموضع في العراق، وبالتالي القوات التي انسحبت من سوريا هي اتجهت إلى أقليم كردستان وبالتحديد في قاعدة حرير وكذلك في قاعدة عين الأسد. وهذه القواعد بالحقيقة هي تستوعب كثير من القوات الأمريكية التي تصنف بأنها من القوات المحمولة جوا أو القوات البحرية الأمريكية، وهذه القوات هي قوات متخصصة ومدربة تدريب عالي لأغراض العمليات العابرة للحدود، وهي تمتلك تسليحا وكذلك تفويضا دوليا للقيام بالعمليات القتالية العابرة للحدود. نعم. طيب يعني ما مدى قانونية استحداث يعني القوات الأمريكية مكتبا لمنح التأشيرات للشركات المتعاقدة معها؟ هذه بالحقيقة يفترض أن يكون هناك متابعة من قبل وزارة الداخلية وزارة الدفاع، على اعتبار هذه القوات تصنف أنها قوات ذات تأثير أمني وعسكري في مسرح الأحداث في العراق، فضلا عن أن وزارة الخارجية لابد أن تتدخل في هذه المواضيع لتثبيت الوضع القانوني. تارة لهذه القوات يوصفها قوات عسكرية، وتارة أخرى يوصفها قوات تأتي في إطار إعادة انتشار ضمن اتفاقية إطار استراتيجية اتفاقية أمنية. فما هي المضامين التي تحكم؟ نعم. هذه يفترض ان يكون هناك ضابط من وزاره الخارجيه لهذه النشاطات، اما فيما يتعلق في الجبهه الداخليه والخارجيه فيفترض ان تكون هناك يعني توضيح من قبل وزاره الدفاع ووزاره الداخليه عن هذه القوات، حجمها، قدراتها التسليحيه، كيفيه انتشارها، كيف تتحرك، نشاطها خارج القواعد الجويه، وهل كانت هي ضمن يعني الاطر التي تجيز بموجب اتفاقيه الاطار الاستراتيجي والاتفاقيه الامنيه. هذه كلها فرضيات الحقيقه يحتاج الراي العام العراقي على ان يقف على مضامينها حتى لا تكون القضيه قضيه راي عام وهي في ذات الوقت مبهمه، وتبقى التساؤلات في الراي العام العراقي عائمه من دون ان نجد اجابه من المنتظم السياسي او بالتحديد من الحكومه العراقيه. نعم. طيب يعني برايك استاذ احمد يعني هل باستطاعه العراق يعني الغاء اتفاقيه الاطار الاستراتيجي ويعني مع واشنطن بالتاكيد، وما هي يعني خيارات العراق بهذا الشان؟ الالغاء الاحادي الجانب مشروط في ان يكون ضمن اتفاق ثنائي بين الولايات المتحده وبين العراق. نعم. اما ان يكون احادي الجانب وبالاعتماد على التصويت البرلماني في تقدير هذه التفوق، مساله التفويض الممنوح للبرلمان الحالي، لا سيما انه اساس الاتفاقيه التي ابرمت بين الولايات المتحده والعراق خضعت الى الاستفتاء الشعبي،
وبالتالي إجراء عملية التعديل أي الإلغاء أيضا يفترض أن تخضع للاستفتاء الشعبي، فضلا عن أن نحن يجب أن نؤكد على حقيقة لا يوجد موقف موحد تحت صدة البرلمان العراقي لمسألة تبني قضية إلغاء الاتفاقية، سواء كانت الاتفاقية الإطار الاستراتيجية أو الاتفاقية الأمنية. عدم وجود وحدة موقف هو الذي يعد ربما مؤثرا بشكل مباشر في تلكع البرلمان في اتخاذ قرار واضح. نعم. طيب، يعني كيف تقيمون دور البرلمان بشأن إنهاء التواجد الأجنبي خلال الدورتين السابقة وأيضا الحالية؟ هي بالحقيقة البرلمان مكبل يعني مسارات. نعم. البرلمان السابق كان يعني يتحدث عن أنه العراق يمر بحرب والحرب تحتاج إلى دعم لوجستي ويحتاج إلى قدرات ساندة لوجستية وبتقنية عالية لا يمتلكها العراق، وبالتالي ضرورة وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف واقع حال. اليوم انتقل التحدي من تحدي عسكري إلى تحدي أمني، والتحدي الأمني أيضا يحتاج إلى جهد استخباري ويحتاج إلى ارتقاء في القدرات التقنية، وأيضا العراق لا زال ممتلكين في هذه المعادلة. فضلا عن أننا إلى الآن لا يوجد لدينا وزير دفاع أو وزير داخلية ليحدث استراتيجية المرحلة القادمة للحكومة الحالية، حتى على أساسها نقرأ القدرات ونقرأ مقومات القوة والقدرة للعراق، ما هي الموارد المالية، كيف سنحول قدراتنا المالية بدعم القدرات البشرية وتأمين الجهود الساندة وبالتحديد الجهود التقنية. هذه كلها بالحقيقة غائبة بغياب الوزراء، وإلى الآن لا توجد بادرة أمل في إيجاد وزراء لوزارتي الدفاع والداخلية، وتعطيل الوزارات هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لبقاء الولايات المتحدة وبقاء قوات التحالف في العراق بذريعة أن العراق لا يمتلك استراتيجية ردع سواء كانت أمنية أو عسكرية. نعم. الخبير الأمني الأستاذ أحمد الشريفي، كنت معنا في نشرة أخبار الدبليو تي في لهذه الساعة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أحبط الحشد الشعبي تسللا لعناصر داعش الإرهابي حاولت العبور باتجاه الجزيرة وشمال شرق الأنبار. إعلام الحشد الشعبي أكد أن قطاعات اللواء 31 بالحشد الشعبي أحبطت تسللا لعناصر داعش هاربين من جبال مكحول متجهين إلى جزيرة الرابطة بين صلاح الدين والأنبار، مشيرا إلى أنه تم تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة. فككت قوة من الحشد الشعبي والجيش 4 منازل مفخخة وعددا من العبوات الناصفة بعملية أمنية شرق الأنبار. إعلام الحشد الشعبي أكد أن قوة من اللواء 2 محور عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش واسعة بمنطقة الهياكل في مدينة الفلوجة لملاحقة الخلايا الإرهابية والمضافات والأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن عملية أسفرت عن معالجة الجهد الهندسي ل4 منازل مفخخة وتفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة. أكدت نائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي أن المحافظة لا زالت تعاني من تلوث وشح المياه. الحامدي أضافت أن العمل الحكومي في المحافظة ليس بالمستوى المطلوب ولم يحقق أيضا متطلبات المواطنين، مبينة أن حكومتي العبادي وعبد المهدي لم تفي بوعودها لخريجي المحافظة بتخصيص 10,000 درجة وظيفية لحل أزمة البطالة. بيّنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدم أسباب استلام الحكومة العراقية الأموال التي منحت لها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار المناطق المتضررة من عصابات داعش الإرهابية.
عضو لجنة ميثاق الحمدي ذكرت أن الدول المانحة ضمن مؤتمر الكويت اشترطت على الحكومة العراقية إنشاء صندوق للإعمار لغرض استلام الأموال الممنوحة لها لإعادة إعمار المناطق المتضررة للحفاظ على الأموال، إلا أن الحكومة الحالية والسابقة لم تنشئ صندوق الإعمار ولم تضع أي خطة حتى الآن رغم مطالبة الدول المانحة بهذا الأمر. دعا عضو مجلس النواب سلام الشمري إلى متطلبات لإيضاحات من الجانب السعودي حول استخدام نفطي تم إنشاؤه بأموال عراقية على البحر الأحمر. الشمري قال أن مصادرة الميناء غير قانوني، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ضد العراق لم تتضمن أي إجراء بهذا الخصوص ولم تشير إليه من قريب أو من بعيد. كشفت دائرة عقارات الدولة عن وجود أكثر من 100,000 حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة. مديرة الدائرة والمهندس أحمد الرباعي أكد وجود أكثر من 100,000 حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والمحافظات، إضافة إلى بعض المتنفذين وخارجين عن القانون، مشيرة إلا أن الفوج الرئاسي قام بمنع اللجان التي تم تشكيلها لجرد العقارات في منطقة الجادرية. أعلنت هيئة النزاهة اعتقال عدد من الموظفين متورطين بطحن حنطة غير صالحة للاستهلاك البشري في محافظة كركوك. الهيئة في بيان أكدت أن مكتب التحقيق كركوك أكد أن عمليات تضمنت اعتقال عدد من الموظفين في سايلو كركوك وبعض أصحاب المطاحن الأهلية بقيامهم بالاشتراك بطحن حنطة غير صالحة للاستهلاك البشري. بالرغم من صعوبة الحياة المعيشية التي غالبا ما تدفع المواطنين اللجوء إلى أقرب فرصة عمل، إلا إن في ظل هذه الظروف يعاني أصحاب المركبات الخصوصية في شركة العمل لنقل المسافرين من قرار الوزارة الجديدة القاضي بإيقاف التعامل مع أصحاب هذه المركبات. قرار زيادي 100,000 قاعد بالإيجار ب 600,000، الله أكبر، مش أرضي من عندنا. بهذه الكلمات النابعة من حجم الألم والمعاناة التي جاءت نتيجة القرارات القاضية بإنهاء خدمات التعامل معهم، تظاهر العشرات من أصحاب المركبات الخصوصية في الشركة العامة لنقل الوفود والمسافرين بعدما جاء قرار وزاري يقضي بإنهاء التعامل مع أصحاب هذه المركبات الذين معظمهم من ذوي العوائل الفقيرة المعوزة. إحنا ناس فقرة، أصحاب سيارات كنا عايشين على هاي السيارات، بالشهر درب واحد، بالشهر درب واحد، وأزيد شيء أزيد شيء قاعدة عالم بالإيجار بالإيجار قاعد. هؤلاء المتظاهرين هددوا بتصعيد الاحتجاجات في قادم الأيام إلى اعتصامات داخل موقع الشركة في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم التي أبرزها هي إعادتهم إلى العمل من جديد، خصوصا وإن قرار التعامل معهم جاء وفق أمر وزاري في عام 2012. تدرون إحنا قراج النهضة بأعمار ب 2012 قابلنا السيد الوزير، معانا الوزير هذا العام اللي كان بوقته وزير النقل، انطانا كتاب بين نلتحق بهذا الجراج، جراج المواصلات، لان جراج النهضه تدرون بأعمار صار له تقريبا 5 سنوات 6 سنوات. فجبنا موافقه من السيد الوزير، كانت بس النقل المواصلات لها فقط الشغل. صعوبه الواقع المعيشي وغياب فرص العمل هي من دفعت بهؤلاء اصحاب المركبات إلى التوجه لهذه الاحتجاجات التي جاءت على خلفية قرار فصلهم وإنهاء خدماتهم من شركة النقل والمواصلات. هذه العوائل 2000 عائلة جدت لحظوها، ما يقارب 2000 عائلة، أنت مو شوف الباقين، لا مو شوف الحاضرين بس، أكو كل باص 7 عوائل، كل باص 8 عوائل، إحنا نعرفهم حق المعرفة، ما الطالب بس فقط تريد حقوقها المشروعة. المتظاهرون طالبوا الحكومة العراقية وبالتحديد وزير النقل النظر بهذه القرارات التي أثرت سلبا على حياتهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة للواقع المعيشي. من بغداد، كرر زيادي، دبليو تي في. ظهرت تناول المشروبات الكحولية ليست جديدة داخل المجتمع العراقي،
ألا إن الجديد في الموضوع هو انتشارها لدى الأطفال، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الجهات المعنية وتفعيل دور الأبوين. لؤي الحسن. شباب وأطفال بأمر الزهور أصبحوا ضحية أب لا يبالي بحياة أطفاله، بل يبالي حتى في نظرة المجتمع عنه وعن عائلته. في الآونة الأخيرة أخذت تنتشر ظاهرة ألا وهي شرب الكحول وبشكل كبير من قبل الأطفال الذين هم بأعمار صغيرة لا تتجاوز أقل من 15 عاما، حيث انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل صغير وهو يشرب الكحول أمام أعين والده. شفته البارحة على نشره على الفضائيات البارحة بين طفل أبوه شايل له بطل عرق ومخليه بيد ابنه يتباهى به. جريمة هذا أبو، جريمة أبو هذا، يعني ما يستحي حتى من رب العالمين، ما يستحي من الناس ابنه خلي له بطل عرق وقدام الناس يتباهى به، فهذا ما يعني ما يصلح أبو هذا. أكيد هي ظاهرة جدا سلبية والحالة يعني غير مقبولة بالمجتمع، لأن تتولد منها حالات أخرى، يعني اللي يتناول الخمر يفقد تصرفاته وعقله وبالتالي يمكن نصل إلى حد الإجرام أو نصل إلى حد تناول المخدرات أو حتى يعني بعض الأمور الفاحشة اللي يعني يرفضها مجتمعنا، وخاصة نحن مجتمع إسلامي ومجتمع شرقي، فلذلك يجب أن تكون هناك يعني توعية ثقافية بكل المجالات، يعني من سواء القنوات الفضائية سواء مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أي يعني مدخل من المداخل يدخل إلى البيوت يجب أن يكون هناك توعية بهذا الموضوع. المواطنون عبروا على أن هذه الظاهرة خطيرة جدا وأخذت تتوسع بشكل كبير، لذا يجب على الجهات المعنية أن تضع حدا لها بشتى الطرق. الحل يعني المفروض تشرع قوانين، يعني تصير سيطرة على محلات بيع الكحول منتشرة بكل مكان، المفروض تكون لها مكانات في مكانات مخصصة. المفروض من يجي شخص مثلا، اتذكر بالسبعينات من كان زمن شويه جميل، كان يخلون شو اسمه، كان يخلون في يافته ممنوع دخول الاحداث اقل من 20 سنه، اقل من 18 سنه. هسه فقدت هذه، المفروض السياحه تتدخل، المفروض مجلس النواب يتدخل، شرع قوانين بحيث نحد من هاي الظاهره، ظاهره خطيره على المجتمع. يعني احنا دا نشوف هسه حد دا يشرب قدام ابوه، باكر عقبه يسوي غير شغلات. لم يعد شيئا في العراق يدعو الى العجب، حتى تلك التي ينظر إليها المجتمع بسلبية والتي من الممكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة، ليست على الشخص المسيء فقط بل وحتى على المجتمع بأكمله. من بغداد لؤي الحسن، WTV. نشاطات وثقافات وفعاليات ثقافية متنوعة يتميز بها شارع المتنبي. اقرأ 10 دقائق وقت الكتاب وأجب على سؤالين واربح كتابا. أبرز هذه الفعاليات الهادفة لتشجيع الشباب وحثهم على المطالعة. التقرير مع الزميل سحر منذر. تلعب الثقافة دورا جوهريا في بناء الإنسان وتطوير المجتمع وبلورة الوعي الإنساني، لا سيما ذات الطابع والمضمون الوطني الديمقراطي والحضاري الموجه. لذا ارتأت رابطة شبابية تطوعية أن يكون من ضمن نشاطاتها فعالية ثقافية تقام في باحة حديقة القشلة، تهدف إلى توعية الشباب وحثهم على القراءة ومطالعة الكتب الأدبية والعلمية. كذلك إيمانا منا بالحرب الفكرية الجارية في الساحة العربية والساحة العالمية، كان هذا النشاط هو المحور الأساس لاطلاع الشباب وحثهم على القراءة وتشجيعهم على أهمية القراءة والمعرفة. الهدف أولا توعية الشباب، الشباب يعني يعتبر مستقبل الوطن هو الشباب، نعم، والحث على القراءة حيث تختص كتبنا بالثقافة والدين، كتب مشتركة بين الثقافة والدين. تتضمن الفعالية نشاطات أدبية متنوعة أبرزها اقرأ 10 دقائق وقت الكتاب وأجب عن سؤالين وأربح كتابا. تلك المبادرة نالت ترحيبا من قبل النخب المثقفة، مما تساهم في توعية الشباب وحثهم على القراءة. هذه المبادرة رغم أنه هي جت متأخرة، ولكن هي يعني جدا ممتازة، من حيث أنه الشباب اللي في هذا المكان أكو من هم متعمد عليهم لإحرافهم عن الحقيقة والصدق
والأمان. هذه المبادرة أنتم بدأت تسووها خصوصاً شبابكم المثقف والمؤدب بحيث أنه جذب جميع الأطياف. رسالة القائمين على هذه الرابطة واحدة مفادها هي تعزيز الروح القراءة وشغف المطالعة في مختلف الكتب الأدبية والعلمية. من بغداد، صقر منذر، WTV. من الأخبار السياسية هذه انتقالة إلى الأخبار الاقتصادية، لكن بعد الفاصل. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشفت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري عن حاجة المؤسسة إلى 15 تريليون دينار من أجل تعويض 3 فئات من الشهداء، مشيرة إلى أن الموازنة الحالية للمؤسسة تخلو من أي تخصيصات إضافية. أعلن رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الأنبار أركان خلف الطرموز عن حاجة المحافظة إلى 10 أضعاف ميزانية المقررة للمحافظة من قبل الحكومة المركزية لعام 2019. وقال الطرموز أن الميزانية المالية للمحافظة لا تكفي لإعادة أعمال البنى التحتية المدمرة جراء قيام داعش بتدميرها بشكل كبير، مما يتطلب مبالغ مالية ضخمة تناسب مع الميزانية المالية المخصصة للمحافظة. انخفضت أسعار النفط بين 1% و2% وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم، وبفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تزايد الإمدادات. كشف عضو مجلس محافظة الأنبار محمود الدليمي عن وجود صراعات سياسية ومصالح بين الأحزاب السياسية تحول دون استثمار حقل عكاز للغاز. وقال الدليمي أن هنالك دوافع سياسية وحزبية ومصالح دول الجوار تحول دون استثمار حقل عكاز للغاز بقضاء القائم غربي الأنبار لوجود خطط من دول الجوار تهدف إلى تدمير الاقتصاد العراقي. أعلنت هيئة استثمار بغداد عن قرب افتتاح مشروع تأهيل وتطوير الخطوط الإنتاجية في شركة الصناعات الكارتونية، فيما أكدت أن أعمال مشروع تأهيل وتشغيل معمل الخياطة العسكرية تقترب من الانتهاء. وأفاد رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي أن الهيئة أشرفت بشكل ملحوظ ووجود حاجة ماسة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي لمواكبة الانفتاح والتطور الذي يشهده العالم بهذا المجال كونه من القطاعات المهمة في التنمية الاقتصادية. وأخيرا، كشفت مديرية مرور السليمانية عن إيرادات وحصيلة ضحايا الحوادث المرورية في المحافظة خلال العام الماضي، حيث بلغت 114 مليار دينار، مبينة أن 224 شخصا فقدوا حياتهم جراء حوادث السير. ختام النشرة، وهذه عودة إلى الأستوديو. مشاهدينا، ختاما إلى العناوين. صالح يؤكد من تركيا عدم حاجة العراق إلى وصاية من دول الخارج، ويدعو لإنهاء موضوع المياه مع أنقرة. تصريحات وزير الخارجية بشأن القضية الفلسطينية تثير جدلا سياسيا كبيرا، ونواب يتهمونه بتجاوز الأطر الدستورية. استمرار الخلافات بشأن الحقائب الشاهرة وتحذيرات من تكرار سيناريو إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة. حراك برلماني لإعادة نظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن، ومخاوف من استخدام القوات الأمريكية العراقة لاستهداف دول الجوار. نشرة إخبارية مفصلة قدمناها لكم من قناة الـ WTV لهذه الساعة. في الختام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.